ما زالت أجواء المملكة تتأثر بالمربعانية والتي تتميز بالبرد القارس. هذا وقد نزلت درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية في مدينة الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال تعال بذا دفاي عند دفاي. ترى ما جاب لنا البرد إلا أنت. ترى أنا بعد وصل المربعانية. أمشي أمشي خل نروح نعزي بس. يا شاتر من اللي مات؟ جد شكش الله يرحمه. لا حول قوت إلا بالله. متى توفى؟ اليوم توني وأنا جاي دق علي شكش وبلغني. الله يرحمه. ترى ما ذبحته إلا المربعانية. هذا نظامك. أقول أمشي أمشي أخلص علينا خل نروح نعزي الرجال. يلا. صلى الله عزاز صلى الله عزاز مجورين 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 الله يرحمه يا عبد الله يجزيك الخير صلى الله عزاز جزاك الله خير صلى الله عزاز مجور جزاك الله خير يا ولي مجورين الله يرحمه آمين آمين الله يغفر له يا عامر آمين يا رب العالمين إلا هو شلون مات نام وما صحي الله يرحمه جد عمره 95 هذا يومه ما شاء الله الله يرحمه صدق انه نرتاح من هالمربعانيه اللي ذبحت نص هالشعب ارخي صوتك هذه المواساه حقك فضحتنا اسكت يلا حنا نستاذنكم نجمعها على اليمين هذه خطيره يحيى يحيى يكمل العب 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 شوت شوت عطه يا اخي لا تصير اناني هذه لو خطفها خطيره خطيره خطفها الحمدان لك اي وش فيك انت غيرت اقول لك كم النتيجة؟ 12 درجة مئوية نعاش أقول لك ما أجا شكوش لا محتاس مع ورث جدة الله أكبر ورث جدة والله لو إنه بلقت إيه يا أبوي البيت من غيرك ضلع أبوي إيش الأوراق هذه كلها شيء عربي وشيء إنجليزي شيء مدري شو كان جدك الله يرحمه من كبار صرافي الملك كان يجوله ناس كثير من جميع أنحاء العالم كان يسافر من بعد الحج وما يرجع إلا في الربيع لف الدنيا كلها شوف يا شكش هذا إنجليزي هو يعرف إنجليزي أصلاً ده ما يعرف كوع من بوع يا بنت أبويا أنت بس اديني فرصة هات هل العيد باين من عصاريها يا شيخ I'm tired of looking for you please you can translate it as which language please this is Russian language ترى عارف إن روسية من أول ما شفتها. Please, you can translate with writing inside, please. There is written. I am Kaha. I have taken money from Abdul Ruaf Riyad Osman, 100,000 United States dollars, and I have to give it back when he requests it, and I sign it. الله يرحمك يا جدي ويطول لنا في عمرك. Please, you can show here or here address or his name, please. Yes, there is mobile phone and address also. It's good. Please call him and translate with us. Hello. Да, слушаю. Кто? Абдул Рауфат Усман Атмаки. А. Да, 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 я его знаю, да, да. Он старый друг, да. Подождите, послушайте. У вас есть документ, о чем вы говорите? У нас есть документ, и мы вышлем вам на WhatsApp. Хорошо. Хорошо, я сказал, хорошо. He know? He know this? Yes, don't worry. Your father was simple. The document is on the three sides. He will not run away. Алло. Здравствуй. Документы все по закону. Настоящие, да. Ты получишь свое. Приезжай в Грузию, покажи документы, свои документы и деньги возьми. Я не могу выслать. Приезжай ко мне. Хорошо, договорились. Ну, счастливо.
أبويا أمي كيف ما تسافروا؟ هذه 100,000 دولار. لا 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 لا، أنا قلت لك سفر مكان بعيد لا، أنتوا روحوا إيش عندكم؟ لا ست الكل ولا أنا كمان، أنت عارف الدنيا براد وأنا عندي روماتيزم. أقول لك حبيبي أنت روح وجيب فلوس جدك. لوحدي؟ أفا عليك الشكش، ما أنا مخليك تروح لوحدك. وأنا معك كفو. أقول لك يا عامر، في أنا هذه جورجيا ورق وعية، أنت ما عليك ضبط عفشك ومش معنا. يلا أنت يا صالح شو وضعك؟ لا 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 ذبحتنا صقوع بذا، روح بذاك. هلا والله بجورجيا. يجي بالأدب. هلاو 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 هلا هلا حبيبي، هلا عيوني، هلا أغاتي، هلا وردة، نورتوا جورجيا والله. من ذا؟ أخوكم علاوي من العراق. تعرفه يا كفتة؟ لا ما أعرفه. وياكم هذا؟ للأسف إيه. هلا 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 وهلا، ما شاء الله ما شاء الله يخبل. أقول أخلص علينا وش تبي؟ هذه سيارتي، شو تحبون ليلا نهارا أنا حاضر، سياحة، ترجمة، فنادق، مطاعم، أكل، كل شيء أنا حاضر. شكوش 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 مستركون تكون فيروسا توي زد очень хороший человек та и поки мощат такой хороший человек ايش يا عمري حسين الرجال هذا مره طيب وهو сказал это очень хорошая машина Нет, твой дед был таким хорошим человеком. Он даже однажды мне деньги одолжил. Да, я этого никогда не забуду. Таким хорошим человеком. Скажи, что я не забуду это никогда. Никогда. Я бы, я говорю, انت اللي جدك رجل طيب. لأنه جدك لما هو خسر كل فلوسه، جدك دايانا 100,000 دولار. واشتغل بيهم بس بعدين هو خسرهم بالبورصة بسنة 2000. الكلام هذا مو طيب، أنا أبغى فلوسي. أونس كزال إتاني مايا بروبليما، ياخد شو مايا دينجي. توي دينجي؟ أنا ما أعرف شو مدلا. 2000 году я обанкротился и все деньги потерял. Ну, подожди, я тебе такой документ Адам, что это лучше денег. Да, лучше денег. Богатство это. Вот, посмотришь. Я бы еще говорил, да. И говорю, я не имею флюс, но у меня есть что лучше, чем флюс. Рах ينطيك قطعة أرض 3000 متر لك ومضالك السند. شكرا عمو. Сказал спасибо. يلا يا شباب. هذه أرض شكوش وصلنا. دحين بالله هذه أرضي؟ لعب عليك الشايب يا ورع. ألقم. والله تخبلته. أنت صوتك يا أخي. استشيرني ماني يمك. طيب دحين هذه كم تسوى يا علاوي؟ هذه 20,000 لاري ما تجيب هذه. ضحك عليك يا سبها. ولا يهمك يا شكش، عندي لك استثمار يرجع لك فلوسك وزيادة. شفت الأرض ذي؟ جيب قواطي وعبها ثلج وبيعها. أكيد في إدارة الموضوع، شفت الرجال ويحضني يبكي. دمعة ثعابين، أنت مسيح. وياكم هذا؟ للأسف إيه. هلا أي خبل. لو استثمرت هذه الأرض في صناعة الأيس كريم، ما أنت مرجع دراهمها لو بعد 100,000 سنة. مو أنا اللي ضحك عليا. يا عيال خلونا نفلها بس. وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيب غطى الديرة السحرية وجادت لك يا ربيات يا مغنيها هب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيب غطى الديرة السحرية وجادت لك يا ربيات يا مغنيها غيب وسعة يا الغالي ولا طار غيرك أبد في بالي قرب
زانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية وهب البراد. ايه هو الارض هذه ارضي ما ضايع حد هنا يلا برا. ايه لا تصير نفسية راح طلع حرتك بالشايب الزرف. مو شغلك الارض هذه ارضي يلا روح على بعيد. هذه ارض الله وبنسوي اللي نبي بكيفنا. وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية. أقول بتنقلعوا من هنا ولا أجيب الشرطة؟ إيه جيب الشرطة يا حبيبي أعلم بخيلك اركبة تفهم ولا ما تفهم؟ لا 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 يا شباب انتوا هنا بجورجيا ترى إذا جاب لكم الشرطة يسوي لكم مشكلة كبيرة طويلة عريضة. ها سمعتوا؟ أي أحد يتعدى على أرضي والله ناكسر رجله. هذا جزاتنا جايين من الرياض مسافرين عشان نفزع لك وأخرتها كذا تجيب الشرطة أقسم بالله أنك ورع. هب البراد وزانات النفسية والجو روعة والمشاعر حية. وأنت كمان إيش تبغى فرضي؟ كيفي أرضي؟ اهدى 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 الدبابات هذه واستاجرتها سنة كاملة تبغى تمر من أرضي تأجر من دباباتي غير كذا افتح الله يا أخي طوصنا بأرضك أتعطلنا برزقنا ونحن ما بنرضى بهالشي. أقول لك أعلم بخيالك أركبه. إيه شكوش لا تعاند لا تعاند ترى بتنطق. أنت بالذات اسكت ولا كلمة ولا شغل. الحين فوق إنهم غشينك بالأرض رايح تستأجر دبابات يبي مالك صلاح كيفي يا أخ شكش. وش اسمه شكش؟ لا لا شكش. يا أخ شكش أنا عندي حل بيرضي كل الأطراف. لا تقول لي شيل الدبابات. ما تشيل شيء. هذول الدبابات استأجرتهم سنة كاملة. نحن نستأجرهم منك شهرياً وبندفع لك دبل السعر. والله؟ كم تدفعوا؟ هاي من هنا وهب البراد وزانت النفسية وهب البراد وزانت النفسية. الله مية ميتين 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 لاير في يوم واحد يعني 365 يوم في السنة تطلع حق الأرض هذه رجالة عشان في عالم تعرف من هو الدلخ. والله طلعت من تساري عبسي. عيب عليك يا كفتة هذا شكوش. لسانك لا خاطب لساني. عفو عليك يا خوي. نمزح معك يا حلو. صدقت مال الخوي إلا خوية وحنا معك في شر ولا في قدة. هاي دريك يا مو احنا عيال جدة بلا قدة وما قدة دحين تمزح بعدين ما تمزح ايش الكلام ده. عندي لك فكرة يا شكش بتدخل لك ذهب وش رايك لو أخذت على كل واحد يدخل أرضك بالدباب 10 لاري عاد تخيل باليوم كم يطلع لك وشوف بالشهر كم يجيك واحسبها بس أنا كم دخلك. ايش رايكم عيال تشتغلوا عندي واعطي كل واحد فيكم 100 لاري في اليوم؟ موافق يا مدير. وقف وقف تبغى تزحلق هات لك تل ناري تل وزحلق لك. ايوه يلا اللي بعده يلا هيا يلا هيا تعال زحلق يلا ها معك تل ناري ما في يلا روح قال لك اللي ما معه تل ناري لا يجي. يا حبيبي أستاذ شكش اسمعني أسري لك يا فقي بلا استاذ بلا بطيخ الأرض هذه أرضي ابن أمه ما يعدي اللي يدفع 10 لاري. بنعرف بنعرف لهيك أنا والشباب مكاتب السياحة اجتمعنا وقررنا نعطيك على كل سايح يمر بأرضك 10 لاري بس افتح لنا الأرض خلينا نسترزق. يجي بالأدب.
خذ هذا راتب اليوم، خذ هذا راتب اليوم، اشتغل شوية بذمة وضمير، خذ. يا مدير احس في شيء مو مضبوط. ايش هو؟ الحين حنا مو بناخذ 10 لاري على الفرد. ايوه. تدري كم شركات السياحه تطلع من الفرد؟ ايش تقصد؟ خلى الموضوع لي. الاخ عراقي. اي نعم. ما شاء الله والنعم والله. نعمة حالك حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، عندك مكتب سياحي؟ عندنا مكتب ونسترزق. طيب كم تدخلون من الفرد باليوم؟ باليوم الواحد 500 مرات اكثر. مرات أكثر؟ مرات أكثر. 500 لاري؟ 500 لاري نعم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يرزقك ويرزقك معاي. آمين إن شاء الله حبيبي. تامرنا شيء؟ سلامتك يا غالي. مع السلامة. الله يخليك. يا أخي شو بدكم أكثر من هيك؟ ما عطيناكم 2000 لاري باليوم لقاعدة غير أجار الدبابات، شو بدك أكثر؟ إحنا بزورة غيرنا كلامنا. النص بالنص ولا ما في زحلقة؟ أنتوا مو جايين تشتغلوا هون، أنتوا جايين تخربوا بيتنا بس. إيه الأرض أرض مديرنا، ومن حكم في أرضه ما ظلم. فكروا في الموضوع. يجي ولادو. كفو يا شكر. شفتوا ايش سويت فيهم؟ وقفت لهم حالهم. لازم ندفعهم الثمن غالي، بس في شيء بيدخل علينا ذهب. تاجر دبابات؟ لا. شفت التلفريك ذاك؟ يلا. يمر من عند ارضك يا شكر، ولازم الحكومة تدفع فلوس. مرحبا شباب. لا هلا ولا مرحبا يا ابوي، زحاليق ما في، اللي بيتزحلق يروح روسيا، يروح القطب الشمالي، يروح تبوك، ارضي هذه لا حد يقربها، فاهم؟ يا حبيبي يا شكش، جايين لعندكم بعرض جديد، معلش تسمعوا؟ لا جديد ولا قديم، زحلقة ما في، تفهم ولا ما تفهم؟ حتى لو اشترينا الارض بمليون دولار؟ ايش قلت؟ ايش؟ اطربني سمعني؟ مليون دولار. يا ولد بيع، اخلص لي هون بيع. اقل من 5 مليون دولار؟ ما راح نبيع. خبلت انت؟ شو مدوم ترى مالي من موقت نس كاكيس 50 دولار يا غير بس ده او تسبت غاز بتوبس ساسيلوك زيبس مستر شوقوشما موقتينه დღევანდელ დღესტორდან ტერიტორიის გადაკვეთა და გიაცხადებს რომ თუ კიდებისმერი ადამიანი გადაკვეთს ამ ტერიტორიას მათ მოუწევთ შესაბამისი საფასურის გადახდა. يا معالي الوزير الحق ما يزعل الارض هذه حقتي وعندكم الاحداثيات تقدرون تشيكون عليها واذا بغيتوها اشتروها. سير that the land is theirs and you have all the documents and the maps if you want to buy it. I don't care if that's their land. It's our tourism and they're hurting it. يعني ما يهمني انه هي ارضكم بس هذه سياحه بلدي وانتم ذا تاذوها. يا معالي الوزير احنا نحترم جيتكم مقدرينها لكن هذا حقنا. انت ترضى احد ياخذ حقك؟ 5 مليون دولار وخذها لك. He's saying that this land is ours. So, if you want to buy it, we will sell it for you for $5 million. You will be happy and we will be happy. I'll make a call and come back to you. راح يجري اتصال ويرجع لكم. اوكي. وقت ينكبنا انت كان اخذنا المليون ومشينا. وقدها وزنت. اوكي. We agree. يا شباب وافقوا على الصفقة. باي. يا عيال لكل واحد فيكم 100,000 دولار. اهواني لك زيهم وهي هي ايوه وهي